وخلال نشرة سابقة أكدت السيدة نورة عيسى المستشار القانوني بهيئة تنظيم سوق العمل، أكدت حرص الهيئة على الحفاظ على بيئة عمل عادلة وآمنة ومنتجة تتوافق مع معايير العمل الدولية. فخلال الثلاثة أشهر الأخيرة من العام الماضي تم تنفيذ أكثر من 7000 حملة وزيارة تفتيشية على مختلف المنشآت والمحال التجارية وأماكن تجمع العمالة الوافدة بجميع المحافظات. ويعكس هذا العمل الدؤوب حرص الهيئة على تنفيذ الدور المنوط بها في تنظيم سوق العمل والحفاظ على بيئة عمل تتمتع بالإنتاجية العالية والعدالة والتنافسية التي تعزز من قدرة المملكة في الحفاظ على جاذبيتها الاستثمارية مع حفاظها على حقوق جميع أطراف العمل. طبعاً الهيئة حريصة على الحفاظ على بيئة عمل تحفظ حقوق جميع الأطراف دون تمييز، وكذلك الحفاظ على البنية الاقتصادية القوية التي تعزز التنافسية والعدالة في بيئة العمل والحفاظ على الأمن الاجتماعي والاقتصادي والصحي في المملكة. ولذلك تدعو الهيئة وتحث بصورة مستمرة جميع أصحاب العمل والعمال على الالتزام بالأنظمة والقوانين في المملكة وتجنب المخالفات التي قد تعرضهم إلى المساءلة القانونية.